المذاق ديالها رائع جدا، يعني شي حاجه رائعه، ذقته وزوين، يعني شي حاجه دو سبيسيال. وهنا هذه زيت ارغان ديال الاكل، هذه لا هذه ب 5000 ريال، هذه 5000 ريال كدير شي حاجه زوينه يعني، والمذاق ديالها زوين. وراه بطبيعة الحال راكم عارفين زيت أركان والفوائد ديالو، وخاصة أنه مدينة أكادير معروفة به، يعني هي فاش كاين هذيك الشجرة المميزة سبحان الله العظيم اللي عندها فوائد كثيرة، وواحد المذاق رائع وزوين. ومهم كاين عندي واحد الفكرة باش تعرفوا زيت أركان بلي واش فري ولا لا، يعني زيت أركان الفري ملي كنهزوه كنديروه في الثلاجة كيولي اللون ديالو بيض، كيبقاش هذا اللون هذا، غير في الثلاجة لتحت ماشي في الفريكو كيكون اللون ديالو بيض، ملي كنخرجو كيرجع عاوتاني اللون ديالو الطبيعي الاول. اما الا ما كانش زيت أركان راه كما حطيتيه في الثلاجة كما خرجتي، يعني ما كيكونش فيه شي تغيير بتاتا، كيبقى كما هو. هادو هما البنات داكشي اللي جبت من داك المحل اللي ان شاء الله غادي تشوفوه في الفيديو، هادو هما الزيوت اللي جبت منه. وهنا خديت عنده هاد القماش هذا زوينه ديال الصبار، والفوائد ديالو راه زوينه حتى هو على الوجه، هانتوما راه كيزيل الخلايا الميته وكذلك كيحيد التجاعيد وكيعطي واحد المنظر زوين للوجه، وفيه واحد الريحه زوينه، هانتوما كيفاش داير الريحه ديالو زوينه. هانتوما والله الا ملي حليتو دابا عطات واحد الريحه زوينه في البيت، هانتوما راه ينقي الجسم يعني كينقيه زوين صراحه. انا اول مره نجيبه ولكن خواتاتي كيستعملوه، داكشي علاش قلت بلاتي نجربو حتى انا. راه بالصبار هانتوما زوين، شي حاجه زوينه، والريحه ديالو رائعه زوينه، عاطي ملي حليت غير ملي حليت القرعه عطات الريحه. هذا على ما اظن ب 15 درهم باش خديناه. وهنا حجرة النيلة هما الفوائد ديالها راه كاينين هنا، كيحيد الكلف وكيحيد الرؤوس السوداء، يعني جميع يعني شي حاجه اللي كانت خايبه في الوجه كيحيدها وفي الجسم كذلك، وكيحيد دوك الالوان الداكنه. هانتوما راه سميتها صابونات النيلة. وهنا عندي ديال أركان وما ادراك ما صابونات أركان، راه رائعه جدا، يعني غير كلمه أركان راه تكفي، راه زيت أركان راه يستعمل لكل شيء، يستعمل للجسم للشعر للدهن للاكل، يعني راه رائع جدا. وكيستعمل الحبوب مثلا ملي كتكون عندنا مثلا شي حبه في الوجه ولا شي حاجه بحال هكا راه كتكون مفيده، زيت أركان مفيد جدا. هانتوما الفوائد ديالو اش غنقول لكم، راه مهم محل زوين، خدينا من عنده هاد الشيء اللي خدينا منه هاد المكونات هادو اللي صراحة أنا عجبوني. وخلاص هذا ديال هاد الأمل وديال اللوز وديال الأركان، يعني خاطر ماشي شي حاجة خفيفة، راه خاطر. تحليت واحدة سميتها، وهذا راه بطبيعة الحال كيف قلت لكم زيت أركان راه غنية عن التعريف، يعني راه واخا نوصف لكم تنعية ما غاديش نكمل لكم الوصف. وراه قلت لكم واحد الطريقه باش تعرفوا زيت أركان على يعني الفري على المغشوشه، وهادو كيف قلت لكم هادو هما المشتريات ديالي الخاصه، هادو ديالي انا. نتمنى ان هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا تستفدوا منها، وما تنساوناش بالاشتراك للناس الاول مره غادي يشوفوا القناه، ولايك الى عجبكم الفيديو، وبارطاجوا مع اهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. وشكرا لكم بزاف، الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.